السلام عليكم جميعا، ايه الاخبار؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير، اتمنى كله يكون سامعني شايف كويس، الاضاءه كويسه والصوت كويس. اي حد عنده اي اسئله خاصه بالانجلش، خاصه بالايلتس، انا معاكم لمده حوالي ممكن ربع ساعه. امبارح برضو في ناس بعتولي بعد اللايف فيديو اللي خدته امبارح بيتكلموا على نفس الشيء، ازاي نجيب سكور كويس في الايلتس. نفس الأسئلة يعتبر متكررة، يا ريت يعني اللي هو متابع وعايز فعلا يعمل سكور كويس يا ممكن يتابع فيديوهاتي، مش لازم حتى الفيديوهات بتاعتي، ممكن easily يدخل على يوتيوب يكتب how to achieve a good band score in IELTS and you will get a magnificent number of videos talking about the same thing. أنا برضو mainly تاني حاول أتكلم بالإنجليش أكتر من العربي، وطبعا هحاول أعمل ميكس ما بين الاتنين. الانجليش زي ما اتفقنا ان اي لغه عموما في الاول الموضوع ما بيبقاش فيها صعب قوي، بس انت في نفس الوقت انت بتحتاج تشتغل على حالك كتير، محتاج ان انت تتدرب كتير، لان انت عارف ما فيش لغه تعرف تعملها بين يوم وليله، لازم يكون الموضوع محتاج استمراريه ومحتاج انك تشتغل فعلا على نفسك كتير. الموضوع مش صعب وفي نفس الوقت مش سهل، فانت عشان تعمل حاجه كويسه محتاج يكون الموضوع تشتغل فعلا على نفسك كتير، تقعد تتدرب 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 as much as you can. وزي ما انا دايما بقول ان في الايلتس بالذات او الانجليش in general او الفرنش اسبانيش عربيك، اي لغة عايز تعلمها ديها مينيمم 6 شهور، مش شهر مش اتنين مش تلاتة. اللي بيقول لك غير كده يبقى من رأيي يعني مش صادق، يعني ليه؟ لان اي لغه انت محتاج الاول تتعلم فيها صح، تتعلم الليسننج وبعد كده السبيكنج مش العكس. فانا لو هتعلم الاول السبيكنج معني كده انا هقعد اتكلم 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 وفي الاخر ممكن اكون بتكلم غلط، فانا ازاي اصحح اذا كنت بتكلم صح ولا لا بناء على حد يبقى اوريدي نيتيف سبيكر بيتكلم انجلش او بيتكلم اللغه اللي انا عايز اتعلمها بيتكلمها صح، فده اللي انا اقدر استفيد منه. لكن لو انا مثلا بدات بالكلام عمال اتكلم 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 وفي الاخر مثلا اتفاجئت ان انا an actual event مثلا actual incident حاجة فعلا حصلت قدامي حاجة واقعية واتحطيت مثلا في ظروف ان انا اتكلم مع حد already foreigner او حد native speaker بيتكلم اللغة كويس، هيفاجئني ان انا الحق انت بتتكلمش صح ولا حاجة. فانا علشان اقدر ابدأ صح يبقى انا number one بالنسبة لي يكون ان انا بتكلم صح. عشان اتكلم صح لازم اسمع صح مش العكس. اوكي طيب دلوقتي في سؤال، ازاي اقدر اطور؟ طيب انا شايف ان انت تقدر ازاي تطور الكلام ده كله، هيبقى نمبر 1 بالنسبه لك الليسننج، يعني على الاقل تقعد تسمع لمده مينيمم شهر شهرين، يعني من شهر لشهرين ده افريج، طبعا ده اقل حاجه، مفيش حاجه اسمها اسبوع اسبوعين ثلاثه. وانت بتسمع كمان حاجات كده انت لازم تعملها وانت بتسمع، ان انت يكون قاعد انت واللي انت بتسمعه بس، انت والفيديو بس او انت واللي بتتكلم معاه بس او انت اي حد بيتكلم معاك انت بس، يعني موبايلك سايلنت، دماغك فاضيه، كلير مايند، ما تفكرش مثلا في البيت والعيال والشغل والمشاكل ومش عارف ايه وايه وبتاع، وفي الاخر مثلا تقعد ساعه ساعتين وتقول ايه ده انا النهارده قعدت اسمع ساعه ساعتين. لا، انت مثلا في سمعت 10 دقائق ربع ساعه والباقي انت كنت بتفكر في الحاجات التانية اللي عندك. لما تدي حاجه اديها وقتها صح، ما تديلهاش مثلا نص ساعة ونص ساعة تانية بقى انت دماغك مشغولة بحاجة تانية، فانت الطبيعي يبقى انت كده قاعد بتشتغل كويس، لا انت كده بتشتغلش كويس ولا حاجة. تمام. طيب من الحاجة التانية اللي انا شايف ان هي one of the main reasons to do it، ان انت يكون الموضوع بالنسبة لك انت بتعمله passion، بتعمله بشغف، ما بتعملش اللي هو انت بتسمع مثلا حاجة اللي هو يعني ايه اديني سمعته وخلاص، لا انت بتسمع الحاجة وانت فعلا عايز تسمعها، عشان انت you think like it's an investment، انت just trying to invest in yourself، مش اللي هو بتضيع وقت وخلاص. انت عامل مثلا target قدامك ان انت التارجت مثلا اللي انت عامله ده ان انت مثلا within قول مثلا 3 4 شهور يبقى انت ان شاء الله هتكون كويس في الحته دي عندك، بحيث ان انت ساعتها هتعرف تقدم في الشغل الفلاني، هتتكلم مع الشخص الفلاني، هتسافر البلد الفلانيه. انت مثلا سافرت يو اس، سافرت يو كي، نيوزيلاند، استراليا، اي فورنر كونتري، اي فيرست لانجويج سبوكن اوفر ذير از جيت بي انجلش لانجويج. مش هينفع تروح مثلا اقول لهم هي وشي وات والاسم مفرد يبقى انا كده خلاص بتكلم انجلش. مش هينفع مثلا تروح تتكلم معاهم نص عربي نص انجلش اللي هو بقى، او مش هينفع مثلا تعمل جيسترز اللي هي زي ايماءات من البودي لانجويج بقى، تقول جو ستريت اند ذن جو ليفت اند ذن باك تو رايت
لا الكلام ده ما ينفعش، اوكي؟ فانت لازم طبعا اكيد I'm not making laugh at these kind of people. انا مش قصدي ان هو underestimate او استخف بالناس دي، اكيد كلنا بنحاول وكلنا اول ما بدأنا اكيد ما كناش وصلنا للليفل اللي احنا فيه دلوقتي، بس على الاقل only work on yourself. يعني nothing is impossible until you are the one gonna determine. مفيش حاجة مستحيلة الا لو انت بقى تقرر either yes or no, either I will give up ولا I will double efforts, I will work hard on myself. اوكي طيب انا شايف تاني ان انت مادام تحط تارجت قدامك you will do it no matter what, it's all matter of time. انت اكيد برضو من الحاجات من الكورس انا بديلها time management، من دايما بقول برضو عندي في الكورسز ان it's all about your willing, your ability to adapt to invest in your time, not waste your time. Don't tell me I don't have time. لانت for sure you have definitely you already have enough time per day. تجي مثلا تقول لي لا ده انا مش عارف بروح وبنام وبصحى وبروح الشغل وطلعان عيني ومش عارف والمدام والعيال، وحتى لو انت سنجل يا عم اي حاجه، بس اداني كل ده it's all about yourself. انت you are the one can save enough time and if you want. Let me tell you something, okay? Now you have about 24 hours a day. دلوقتي عندك 24 ساعه في اليوم، تمام؟ خلينا كده stick to the fact, okay؟ لو انت عندك 24 ساعه في اليوم، قول مثلا انت بتنام 8 ساعات في اليوم، تمام؟ قول مثلا ان انت بتروح الشغل مثلا قول هو 8 ساعات، ساعتين في الطريق رايح جاي مواصلات، ادي كده 8 و2 ادي 10، ومعانا 8 في الاول ادي كده 18 ساعه، تمام؟ طيب 18 ساعه دول مثلا بتاكل وبتشرب وبتشوف نفسك وبتتفرج على التلفزيون وتتفرج على ماتش وفلان، يقول في 5 ساعات في اليوم انت كده بتتكلم في 23 ساعه. انت عندك ساعة واحدة في اليوم دي انفست فيها وتعلم فيها لغة في ساعة واحدة في اليوم. تخيل بقى لو انت قعدت ساعة في اليوم انت والمادة دي لمدة 6 شهور يوميا، اكيد هيبقى حالة غير الحالة. يعني الوقت موجود بس لو انت تعرف تقسمه صح. لو انت قعدت لوحدك، نصيحة من اخوكم، لو انت قعدت ساعة في اليوم لمدة 6 شهور صدقني الموضوع بالنسبة لك هيفرق كتير قوي. انا يعني كان معايا ناس مثلا بادئين من تحت الصفر زي ما بيقول، حتى A و B و C، حتى كان البرنانسيشن بتاع الليترز in English was incorrect. انا مش بقى يعني بس in general بس الحمد لله دلوقتي بعد حوالي 3 شهور ونص الناس فعلا فرق كتير قوي. ممكن الناس عملها تاج وناس ما عندي هنا في الصفحة وعارفين بالظبط اللي بتكلم فيه. الموضوع استمرارية، مفيش حاجة صعبة إلا لو أنت عايز تخليها صعبها على نفسك. أنت اشتغل على نفسك وكده إن شاء الله، يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. You will do it. Okay. طيب يبقى أنا عندي number one من tips and tricks بالنسبة لي إن أنا أشوف الاستماع number one، أسمع صح، أسمع كتير بقى، أسمع أغاني لو أنت بتسمع أغاني، أشوف audio books، أسمع أفلام، اي حاجه بحيث ان انا اترين ماي اير از ماتش از اي كان، اتدرب على السمع، ادرب وداني على السمع از ماتش از اي كان. طيب هسمع ازاي؟ النقطه دي برده مهمه قوي. لو انا هاجي اسمع شيء يبقى انا لازم اسمع نفس الشيء 10 مرات مثلا، لكن ما اسمعش 10 حاجات مره واحده كل حاجه. تاني انا مثلا سيد دلوقتي عايز اسمع، انا مثلا بحب فيلم مثلا Pursuit of Happiness بتاع ويل سميث، بحب مثلا فيلم Men in Black بتاع ويل سميث وتومي جونز، بحب مثلا ستيب مام بتاع جولي روبرتس وباربرا ساندرز. في ناس كتيرة موجودة، اوكي؟ انا مش انا بحب فيلم ايه؟ Fast and Furious مثلا بتاع فين ديزل. I think too many people already admire this movie. طيب لو سي مثلا دلوقتي انا بحب فيلم معين، بحب ممثل معين، هتفرج على الفيلم اللي انا بحبه بالممثل اللي انا بحبه في المشهد اللي انا بحبه فيه، واتفرج على نفس المشهد ده قول مثلا حوالي 5 مرات 10 مرات. هتفرج على نفس المشهد يخلص اعيده تاني، يخلص واعيده تاني، تالت رابع خامس عاشر وهكذا. ليه؟ لان انا the more you listen to the thing you already like so it will be more easier for yourself to get into your mind. هتعرف الموضوع يدخل في دماغك اسهل. بقعد اسمع نفس الحاجه كتير، نفس الحاجه كتير، ونفس الحاجه اللي انا بحبها. انا زي مثلا دلوقتي انا مثلا واحد كشيف، انا ما بحبش الكوره، مش هروح مثلا اتفرج على بين سبورت ولا مثلا اروح اتفرج على اي قناه رياضيه ولا اون سبورت ولا وات ايفر، وبقى اصلا بسمع حاجه ما بحبهاش. انا مثلا واحد بيحب الحيوانات مثلا دي انيمال، انا مثلا عايز اتفرج على الحيوانات، اي اتفرج على انيمال بلانيت، اتفرج على ناشونال جيوغرافيك، اتفرج على اي حاجه انترست انا انترست فيها، حاجه تبقى انترستنج بالنسبه لي. طيب
بس طبعا هتفرج عليه بالانجلش لانجوج، لان انا مينلي بتفرج عليه بالانجلش، اكيد مش هروح اتفرج عليه بالعربي، انا عايز اتعلم انجلش، بعد كده ما عملتش حاجه. تمام. طيب انا مثلا واحد بحب الاخبار، هتفرج على سي ان ان لو انا عايز اسمع امريكان اكسنت، او هتفرج على على بي بي سي لو انا عايز اسمع بريتش اكسنت. اوكي، يعني الموضوع يا جماعه موجود وكله ببلاش، مش محتاج حتى اروح ادفع فلوس في كورس عشان خاطر اعمله. انا لو قعدت يا سيدي في البيت وقدامي الانترنت واي فاي، ودخلت مثلا كتبت ليرنينج انجلش ال اي اي ار ان اي ان جي انجلش، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل، هتلاقي مليونز اوف فيديوز اوفر ذير فور فري. فيعني الموضوع اوريدي تحت ايدك، هي الفكره هنا انت اللي تقدر تشوف اذا كنت فعلا عايز تعمل ده ولا لا. ما تجيش تقول لي لا مفيش وقت مفيش انترنت، اكيد كلنا متهيألي دلوقتي عندنا انترنت. الموضوع يا جماعه سهل. الله يخليك يا مايك، ثانك يو ثانك يو لويجي رينتس، لويجي رينتس اند مايك جابريل، ثانك يو. الموضوع يا جماعه سهل مش صعب، الفكره ان انت اللي في ايدك تعمل كل حاجه، يعني اتس اول ان يور هاندز. مفيش حد اللي هو مفيش حد كان هو ايه يعني لازم يزقك ويبوش فيك عشان يعمل حاجه لمصلحتك. لو انت مش حريص على مصلحتك وانت ما تتوقعش تلاقي حد يبقى حريص على مصلحتك اكتر منك، لان اتس اول اباوت يور سيلف. طيب احنا معانا لسه 5 دقايق كمان. اوكي، لو حد عنده برضو اي اسئله ممكن يبعتها. من الحاجات برضو اللي انا شايفها بعد الليسننج السبيكنج. ليه؟ لان انا كده لما بقعد حوالي شهر او شهرين الليسننج بتاعي يكون كويس، بحاول قدر الامكان احسن اكتر واكتر من نفسي في الليسننج، انا بعد كده هبدا اتكلم صح، لان خلاص وداني ها شبه اتعودت على طريقه الكلام الصح، عرفت الكلمه بتخرج ازاي، قبل الكلمه الحرف بيتنطق ازاي. خلي بالك ان في كلمه اسمها يوم الخميس اللي هو اسمه Thursday مش Saturday، مش Saturday، هي اسمها Thursday. فانت لما تيجي قيس بقى على دي كلام كتير. انا بقول لك يعني هي انا بشوف ان المشكله نفسها بتكون من التعليم نفسه من الصغر. انت وانت صغير مثلا اتعلمت حاجه اسمها بوسينا، اسمه ثعلب، اسمه تعبان، اسمه ثابت، بس ما تعلمش ان هي اسمها بوثينا او ثابت او ثعبان او ذئب وهكذا. فتعودت ان حرف الث والذال عندنا في العربي يعتبر شبه مش موجود، انت بتقولها سه وبتقولها زال، لا هي اسمها ث واسمها ذال. الحاجات اللي بالعربي ان احنا ممكن نضغط عنها هما انك في الانجليش ما بتغاروش عنها. You have to say it as the native speakers already say it، مش علشان انت بقى الوقت شايف نفسه والكلام ده كله، لا بس that the proper way that the right way how you can pronounce the letter the way it should be. وده انت تعرفه اكتر مثلا ايه، لما تيجي واحد يقول لك thank you وواحد يقول لك thank you. thank you يعني شكرا، لكن thank you يعني غرقتك. فالطبيعي يعني معلش ما تقنعنيش ان المشكله في عندهم، لا اكيد المشكله عندك انت، لان الفي غير الزال. ما تبيش حاجه اسمها مثلا ازاي، اسمها ذا. دي حاجه يا جماعه كده من ضمن الحاجات، بس بحاول ادي لكم قشور على اللي انا بتكلم فيه. الموضوع مش اللي هو صعب، وفي نفس الوقت الموضوع مش سهل، هو سهل وممتنع. انت مثلا زي انك فاتح يور اون بروجكت قافله ال 24 ساعه وتيجي مثلا اخر الشهر تقول ايه ده انا ما بكسبش، طبيعي انك ما تكسبش لان انت الطبيعي انت قافله. لكن لو انت فتحته واشتغلت عليه لا ان شاء الله هيكسب وربنا هيوفقك فيه. نفس الفكره اي ليرنينج نيو لانجويج، عربي انجلش فرنش اسبانيش يابانيز اي اني لانجويج يو وود لايك تو، اتس اول اباوت انت مدي لها هاو ماني تايمز يو جونا هاو ماني اورز يو جونا انفست ان يور سيلف اند هاو ماني هاو ماتش تايم يو ويل هاف ليفت عشان تحقق الاتشيفبل بتاعك، المينينج بتاعك، الايم بتاعك، التارجت بتاعك. اوكي، انت مثلا عايز تقدم في الشغلانه الفلانيه يوم كذا، فانا الطبيعي لما انا هقدم يوم كذا دي معنى كده ما قدامنيش غير وقت معين لازم ادبل ايفورتس فيه. ده دي اهم حاجه في الموضوع. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو يا جماعه اللي انا اخيره اللي انا عايز اقولها، ان انت لما تيجي وانت اثناء التعلم مهم جدا يا جماعه ان انت تكون فاصل نفسك او عازل نفسك عن العالم الخارجي. بمعنى ان انا مثلا دلوقتي النهارده انا عامل حسابي من الساعه 2 للساعه 3 هذاكر دي مش اللي هو ايه ده انا هذاكر بقى اللي هي زي ايام الثانويه هذاكر مثلا دقيقتين وافتح الموبايل نص ساعه والكلام ده كله. انا عامل حساب ان انا لما اجي اذاكر موبايلي مقفول، كل حاجه عندي مفصوله، لو انا قاعد في البيت في الشغل في اي مكان مش عارف المكان اللي انا فيه مش مهيئ لي، هنزل اقعد على اي مكان بره بقى انا لوحدي ان شاء الله، حتى اقعد في مول كده اخد ركن على وحدي على جنبي كافيتيريا اي حاجه يا سيدي. بس انت على الاقل بتسمع، حاطط السماعات في ودنك زي ده وقاعد ما وراكش غير السمع، ما وراكش غير اللي انت بتشوفه.
لكن ما بقاش مثلا قاعد وعينيا رايحه جايه على كل اللي حواليا، ما بقاش مثلا انا قاعد، انا مثلا دلوقتي عينيا رايحه جايه لان اوريدي اصلا في الشارع بكلمك، فبالنسبه لي عادي يعني، انا دلوقتي ما بتعلمش، انا دلوقتي بعلم تمام. ما يبقاش مثلا ان انا قاعد وموبايلي كل شويه الناس بعمل تبعت لي نوتيفيكيشنز على الواتساب او النوتيفيكيشنز على الفيسبوك او انستجرام وتويتر اي حاجه من ده، لا انا قاعد مواريش غير اللي انا بسمعه تمام. طيب انا دلوقتي معلش يا جماعه بس جه هوا شويه اوكي، بس انا معاكم. انا دلوقتي اللي انا عايز اقوله لكم، انا هسيبكم دلوقتي، اي حد عنده اي اسئله طبعا اكيد feel free to write it down. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون، انا ممكن يكون دلوقتي مثلا الساعه 12 الا ربع، الناس في الشغل او الناس مثلا في مصر او ريفر بتكلمني ان هي ممكن يكون الناس دلوقتي في الشغل مش موجود قوي اونلاين، بس معلش انا عشان انا بعد كده ببقى انا كمان اللي في الشغل، فانا ما بعرفش، احاول قدر الامكان اظبط مواعيدي. ممكن حاجه ثانيه ممكن برضو بعتوا لي قولوا لي ايه المواعيد الانسب لحاجه ليكم، وانا ان شاء الله احاول اطلع اونلاين في الوقت اللي فاضيين فيه بحيث يبقى في انتر اكتنج اكتر والناس تبعت اسئله قد ما يقدر تمام. وبالنسبه لكورساتي سوري نسيت اقول لكم على دي، لان برضو الناس امبارح بعتوا لي على الواتساب، انا كورساتي ان شاء الله بتكون في دبي في الشرق، احتمال ان شاء الله في كورس جروب بحاول اعمله في ابو ظبي، بس لسه ان شاء الله بنلم العدد ليه. لو ما امكنش الفتره دي ممكن نستنى شويه على ابو ظبي، عشان بس انا عندي كذا مكان بدرس فيه. عندكم اي اسئله you can inbox me, you can you already have my own numbers in my page, just call me whenever you want. So inshallah we're gonna arrange something if you'd like for a course or something, okay, for intensive course, for IELTS, TOEFL, اي حاجه just let me know, وانا ان شاء الله as much as I can I will try to manage my time, okay. شكرا جزيلا و have a nice day, وان شاء الله اشوفكم كلكم على خير. السلام عليكم.